إلى ذلك، واصلت قواتنا المسلحة الباسلة ملاحقة المجموعات الإرهابية في قرى وبلدات عدة في الغوطة الشرقية والريف الجنوبي لدمشق. وقال موفد الدنيا إلى المنطقة إن وحدة من قواتنا المسلحة دكت مقرا للإرهابيين في حي برزة بما فيه من أسلحة وذخائر وإرهابيين، كما سحقت مجموعة إرهابية إلى الجنوب من جامع الإيمان في حارستا، وصادرت عددا من كاميرات المراقبة نصبها الإرهابيون في المنطقة. ودمر ميامين الوطن وكرا للإرهابيين إلى الشرق من مسربة في منطقة دوما، وسحقوا اثنين من متزعمي المجموعات الإرهابية وعددا من أفراد مجموعتيهما، كما أردوا 15 إرهابيا من جبهة النصرة إلى الشرق من الملعب البلدي في دوما أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة. كما تصدى بواسل الجيش لتجمعات الإرهابيين في عدرا البلد والكسوة وبلدة دير سلمان والذيابية، وتمكنوا من قتل عدد من المسلحين وتدمير أوكارهم بما فيها من أسلحة وذخيرة. وفي حلب نفذت